بعد ما شفت خلي تعدوا على رأسنا بدنا نروح وعادت في سبيل الله كلنا في الحق فلك الجنة هاد وما أعرف ما أعرف أنا عارف في قصتي لا على أهل البلد إنه ما أطلع بالشارع من بصر كمل لا ما كنت عندنا ما عندنا تعبنا في راحة كيف يصير ثلاثة أيام ما نبي شنيك والله أبغى أروح إذا أتعنى أنا ومهما يكون والله أحب الشباب اللي طلعت على هالطريق تخدم لنحصيان أشهر في الطريق اللي ماشيين بي أشهر الصلاة الصلاة والعبادة والخدمة وهذه الإشعار على طريق الحق والإشعار على طريق كل قلبة صافي ونية صافية هاي العالم ولا أحسن شيء أحد سوات زينب والزهراء سلام الله عليه سماها وهي ودعايدة وبشكل الشاب إن هذا قديم خاصة أنا مثل أهل البيت أمشي الأخلاق والطاعة والاحترام ونحشي الضحى من أجل ضحى الدنة وروحى من أجل على راية الحق وضحى الغاية الجهاد في سبيل الدين أنا أقول لها هاي هات من الدنة نبيك يا حسين نبيك يا حسين نبيك يا حسين.